الحمد لله نحن نعيش في دولة الإمارات سعادة بفضل قيادتنا، بفضل جهود قيادتنا لأن تكون السعادة جزء أساسي ورئيسي في حياتنا من خلال المبادرات المختلفة. ليس هذا فقط، السعادة هي بالعطاء، والحمد لله بما أن اليوم إحنا في عام الخير أنا أعتقد هذا بيزيد من سعادة شعب دولة الإمارات. السعادة هو حلم كل إنسان يكون سعيد في حياته، لكن القرار هذا داخلي، لازم أنا أقرر أكون سعيد أو ما أكون سعيد. السعادة موجودة حوالينا، السعادة موجودة داخلنا، ندور على السعادة في البداية، ندورها فينا، نقرر أن نحن نكون سعداء، نقرر كل يوم الصبح أن اليوم بيكون هو أسعد يوم وبنعيش بسعادة. السعادة مش في الماديات، السعادة مو في شيء نحن نقدر نحصله، السعادة موجودة فينا. السعادة تعني النجاح، لأن يوم أنت سعيد أنت جيتك أفضل وعملك يكون أفضل والبيئة اللي حولينك تكون أفضل. فبكل اختصار السعادة تعني النجاح. إذا حبيت أتكلم عن السعادة ومفهوم السعادة، أتوقع اللي حاب يعرف معناها يقضي يوم واحد في الإمارات وبيعرف شو معنى السعادة. طبعاً نحن في بلد السعادة، السعادة نأخذها أولاً من حكومتنا الرشيدة، شيوخنا الكرام، منبع السعادة هم قدوتنا في كل شيء. فطبعاً السعادة تختلف، نحن لازم نخلق السعادة، السعادة ما تينا من فراغ، سعادة في بيوتنا، السعادة في العمل، السعادة في الأجواء، في كل مكان، فلازم نحن نسعد نفسنا عشان الناس يحسون بسعادتنا أيضاً.